بسم الله بالابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا متى بركت الان ظهر دور كلها امين. في الاحد الثالث في شهر مصر طبعا احنا مناسبه قرب انتهاء صوم القديسه العذراء مريم والاحتفال بعيد اعلان صعود جسدها, عيد اعلان صعود جسدها بكره. كيسة بترتب نسمع الإنجيل اللي فيه السيد المسيح للمجد لما قالوا له هو ذا أمك وأخوتك, فسألهم من أمي وأخوتي. قد يكون هذا السؤال غير مفهوم لأول وهلة لكن له معاني عميقة جدا. وقال من يصنع أردت الله هو أخي وأختي وأمي. ربنا عاوز يدينا مفهوم جديد للهوية. ما أهلي دول هم هيدوني الهويتي. الواحد بيبقى إيه اسمه كده في شهادة الميلاد, اسم الأب والأم والجد إلى آخره. ففي هوية جديدة ربنا بيديهن, أو مش هوية جديدة, هوية بفهم جديد. محتاجين ان احنا ندرك ايه هي الهوية دي اللي السيد المسيح عايز يديها لنا. الحقيقة الهوية دي هوية مفروض تغير كل حاجة في حياتنا وتغير كل مفهوم في حياتنا وتغير كل ممارسة في حياتنا. دايما الحدود اللي الواحد بيفكر فيها في الزمن هي في ثلاث أبعاد, المكان والزمان والأشخاص. فعايز بدقائق كده سريعة نعرف إزاي الهوية دي بتتخطى حدود المكان والزمان والأشخاص. نبتدي بالزمن. يا أحبائي إحنا علاقتنا بربنا دي احد يعني اكبر من اكبر مشاكل عندنا, ان احنا في تعبير كده بيسموه Sunday Christians. Sunday Christian ده مسيحي بتاع يوم الحد, راجل بتاع يوم الحد. يوم الحد تمام اقص على سنجة عشرة جاي وتمام كل شيء تمام, كل شيء منمق وانيق والمنظر مستور وجميل. وجودي هنا بيقول انا دي هويتي, انا ابن الكنيسة ابن ربنا باجي. طب خلال الساعتين دول حلو خالص, كل شيء جميل ورائع, جايين بنصلي وحافظين ترنيم وتناولنا وكل حاجة. دول ساعتين او ثلاث ساعات من 24 ساعة يوم الحد, من 7 ايام في الاسبوع, 52 اسبوع في السنة الى اخره. هل أنا محتفظ بهذه الهوية خارج الساعتين ونص أو الثلاث ساعات دولة ولا لأ؟ هل دي عبارة عن علبة كده بفتحها وبقفلها تاني بعد ما تخلص الساعتين؟ ولا أنا هويتي المسيحية تمتد في كل لحظة في حياتي؟ لو حد كده جي كده بكل أمانة حل الخطية, الخطية ان انا بعمل اللي انا عايزه دون اي اكتراث او اني ادي اعتبار لربنا, مش عامل حساب لربنا, مش حاسس بوجوده, حاسس ان ربنا كده ليه ركن في حياتي. هو الركن ده هجيها يوم الحد, هاجي وهقف هقضي معك وقت يا رب, يمكن لو 5 دقايق ولا 10 دقايق في اليوم قدرت أقضيهم معك بخير وبركة, لكن غير كده زي ما سمعنا مثل خاطئ. على فكرة مش كل الأمثال صح, مش بكلم على سفر الأمثال, بكلم على الأمثال الشعبية. بقول لك ساعة ساعة لقلبك وساعة لربك. أكبر خدعة من الشيطان انه يقسم حياتك
شوية ربنا وشوية ليا. اوعى هويتك تقتصر على كم ساعة في الأسبوع وكم دقيقة في اليوم. داود يقول 7 مرات كل يوم سبحتك على أحكام عدلك. وعشان كده احنا عملنا 7 صلوات الأجبية. هقول لي يا ابونا ما عنديش وقت أصلي، ما حدش قال لك صلي 7 صلوات. لكن ايه اللي يخليني أنسى ربنا لحظة في حياة في النهار أو في الليل؟ يقول لك الرجل اللي في المزمور الأول يلهج في ناموس الرب إيه؟ نهارا إيه؟ ده بإيه عينيه بيلهج؟ يعني واحد بيلهج؟ ها؟ ما يلهج جاية منها كلمة لهجة، يعني كلام بيتنفس، والكلام مرتبط بالنفس، يعني بيستنشق كده وخارج، داخل منه وخارج منه كلام ربنا، داخل منه وخارج منه كلام ربنا، مش كلام ما يرضيش ربنا، مش عارف ايه شيء. ما هو الواحد على قد ما انا هشوف وعلى قد ما هدخل على قد ما هيخرج. في كده حاجه كده برضو، كلمه قول شائع بس قول ده مظبوط، بيسموه جانك ان يطلع جانك اوت. الجانك اللي هو ايه؟ اي حاجه جربج، هدخل حاجه مش كويسه جوايا هتطلع حاجه مش كويسه مني، هدخل حاجه كويسه هولي ان هولي اوت، هدخل حاجه كويسه جوايا هيطلع حاجه كويسه بره. هل بنلهج بناموس الرب نهارا وليلا؟ هل بنفكر في ربنا 24 ساعه؟ هل عامل حسابه في كل كلمه وكل تصرف وكل نظره؟ احنا لينا هويه. ربنا بيقول اللي بيعمل كده هو مين؟ مين مين مش عايز يبقى يعني ياخد يخش في عائلة المسيح؟ مين عايز يبقى، مين مش عايز يبقى في العائلة المقدسة؟ مين يقول يا رب لا دي مش تبعي، انا ليا عائلة تانية، انا ليا فكر تاني، ليا قبلية تانية؟ مين عايز يقول كده فينا؟ بس ما اقدرش اقول كده بالكلام. اوعى تخلي الزمن، اوعى تحدد ربنا في كم ساعة في الأسبوع، كم دقيقة في اليوم، وقفل على كده. علاقتنا بالله أكثر من حدود الزمان. أكثر من حدود المكان. سأقول لك أنا في مصر كنت بعمل وبسوي، كنت بروح وباجي وبخدم وي 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 وي. طب وبعدين إيه اللي حصل يعني؟ انت رحت كوكب تاني يعني؟ حتى لو رحت كوكب تاني يعني، هو ده داود بيقول له لو انا طلعت الى اعلى نقطه في اعلى جبل في العالم، لو طلع، لو داود قدر يطلع كده جبل ايفرست هيلاقي ربنا هناك، لو نزل الى اعمق نقطه في بطريقه ما، اغوط حته في المحيط مش عارف فين، في المحيط الهادي ولا الاطلنطي، هيلاقي ربنا هناك. لو طلع في 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 مهما راح قال لك لقيت ربنا في كل حتة، ربنا لا يخلو منه مكان. ربنا مش يعني يقول لك لا انا متعودت بس انا هخدم في الحتة الفلانية دي، لا بص مش عجبتني الحتة دي، لا مش هقدر اخدم في الحتة دي تاني، هروح اخدم في حتة تانية، او مش عارف، لا بتبقى نقعد بقى ايه نرسم حدود جغرافية الاقي ربنا فين، لا مش لاقي ربنا هنا، هلاقي ربنا هناك. فكر خطير بيتسلل لينا تحت اي يعني مسببات كده، او تحت يعني اي اكسكيوز ابتدي بحط حدود جغرافيه لربنا. انا مش لاقي نفسي هنا. القديسه مارينا اللي احنا لسه قارين سيرتها، شوف كم تالمت في المكان بتاعها، كم تالمت، لكن قلت له مش هسيب، انا هقعد حتى يرسموها. كنا بندور على الصوره مش لاقينها، ما لقيناهاش بس عارفين صورتها. قاعدة اما رجعوها دي، رجعوها قعدوها على البوابة، قعدت على البوابة ما سابتش المكان، ما قالتش اروح دير تاني ولا اروح مش عارف حتة تاني ولا اروح هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. ربنا دعاها هنا، فضلت هنا، عاشت هنا وماتت هنا، وكانت في ايديها الحل، كان بس يعني يعني كلمة واحدة بس كده وتحل الموضوع، لكن ما رضتش، لم تقبل، كان عملت نذر رهبانتها،
كان وعلاقتها مع ربنا كانت أغلى من أي شيء، وفضلت في هذا المكان إلى لحظة نياحتها لغاية ما أدركوا كلهم إيه اللي حاصل. اوعى ترسم حدود جغرافية وتقول ربنا هنا ومش هنا، ربنا في الكنيسة ومش وبعد كده ممكن برضو أنا أنا في الكنيسة ممكن حلو وخلص بيت حلو، لكن ممكن ألاقي إيه نفسي دخلت في حتت برضو في 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 وصية الأب والأم اللي بنقول هل هم في يوم المعمودية، يقولك لا تمكنوهم من المضي إلى الأماكن غير المرضية. الأماكن في أماكن غير مرضية ربنا مش يرضى إنك تروح فيها، فمسؤولية إن أنا أحتفظ بهويتي مهما كانت حدود المكان. آخر نقطة عشان ما أطولش عليكم هي حدود الأشخاص. على فكرة أما ربنا بيقول هذا أخي وأختي ودعانا إخوة للمسيح بالتبني وأبناء الله بالتبني، الإخوة تنبع من الأبوة، ما فيش أخوة من غير أبوة. اللي يخلي اتنين إخوات إن هم يكونوا مشتركين في الوالدين، فالإخوة هنا إخوة روحية تنبع من أبوة روحية، وأبوة الله لنا بتجعلنا إخوة للجميع، تجعلنا إخوة للجميع. أصل مش هقدر أقول ده ابن ربنا وده مش ابن ربنا، أصل لو ده ابن ربنا وده مش ابن ربنا يعني عشان أقول ده أخويا وده بحبه ده مش قادر أتكلم معاه، مش قادر أتكلم معاها، مش قادر أتعامل مع فلان، فلان ده ما قدرش أتعامل معاه أبدا، يبقى كده أنا عملت مجموعتين، مجموعة دول ولاد ربنا، مجموعة تمشي ولاد ربنا. ما دول ولاد مين دول؟ جم من فين دول؟ من المريخ دول؟ جم من فين؟ عشان كلنا نكون إخوة للمسيح وأبناء الله بالتبني، يبقى كلنا إخوة مع بعض مهما كان، كلنا إخوة مع بعض مهما. ما أقدرش أرسم حدود كده وأقسم مجموعات، لا دي مجموعتي ده مش مجموعتي، ده أروح مع دولة ده ما أجيش مع دولة. الفكر القبلي ده والمجموعة والكليكات دي ده فكر دخيل، ده مش جزء من الهوية بتاعتنا في المسيح. احنا عايزين نفلتر، عارفين في نعمل عملية فلتريشن كده، ما تكيلي تفتح المية كده تلاقي المية نازلة فيه، طبعا هنا المية هنا كويسة لكن حتى التانية كده المية كده تلاقي فيها حاجات كده، وتحط فلتر كده شيل كل الأفكار كل الحاجات اللي تعودت تشربها وتعودت أقبلها، لا في هوية جديدة، ركب فلتر، لو فلتر باز ركب فلتر جديد، غير الفلتر كده عشان أفلتر كل فكر وفلتر كل تصرف وفلتر كل كلمة. احنا كلنا أعضاء في جسد الواحد للمسيح، مش جسدين، ده جسد واحد، جسد واحد للمسيح. ما أقدرش أقول وابتدي أحط ليبل على فلان أو فلان أو فلان أو فلان. أبوة الله لنا دي حاجة غالية جدا وثمينة، إثباتها في إخوتنا البعض، لأن كيف تحب الله الذي لا تراه وتبغض أخاك الذي تراه. من يقال من اللي قال إن هو بيحب الله ويبغض أخاه يبقى إيه؟ الإنجيل يقول إيه؟ قال إيه؟ كاذب. اللي بيقول بحب ربنا وبكره اخويا ومش بيستحمله مش قادر اطيقه، وبرضه ممكن تكون برضه هو قالك ولا هي كلمه لا تقتل معناها قتل يعني ذبح يعني، لا في درجات كثيره من هذا الموضوع، ده مش موضوعنا. ما اقدرش اقول انا مع ربنا مش مع اخويا. هنعمل زي الابن الاكبر في مثل الابن الضال، قال لك ابنك هذا، قال له ابنك هذا يعني خلاص بقاش اخوك. هل احنا عايزين، هل نقبل ان احنا نكون زي الابن الاكبر كده، نتكلم بالطريقة دي ونتصرف بالطريقة دي ويكون عندنا هذا الفكر؟ ده واحد ميت كان ميت وعاش، ضل وجد ما صدقت
مش نحتفل بيه ونفرح كلنا مع بعض كجسد واحد؟ ياريت كده ايه نشيل الحدود، حدود هويتنا في المسيح، هويتنا في المسيح، كوننا جزء من العائلة المقدسة معناها ان احنا نلغي اي حدود في الزمان. ما فيش وقت ربنا وقت بتاع غير ربنا، حدود المكان وحدود الاشخاص. ربنا يعطينا كده ان احنا ندرك حقيقة هذه الهوية ونعيشها، ونفرز كل فكر لا يرضي صلاح، كل فكر لا يرضي صلاحك فليبعد عنا، نبعد عننا كل أفكار دخيلة، ونرجع تاني لحضن ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن ظهر دور كلها، آمين.